مساء الخير. الليلة أنا معكم لنحتفل بمناسبة غالية على كل قلوب العالم وبكل العالم. أنا الليلة بالمجهول، إن شاء الله ما يكون المجهول مخبى علي هو ورودولف شي مستور. حلقة مميزة جدا مع ست الستات ليدي مادونا. اهلا وسهلا فيك بالمجهول ليدي، اشتقت لك كثير. تفضلي تفضلي. يخزي العين يخزي العين يخزي العين. عبر صوت بيروت انترناشونال والال بي سي اي بتطلع عليكم الليدي مادونا بعد انتظار طويل. اول شيء اشتقنا لك كثير، انا كمان كثير اشتقت لكم. وين غايبة؟ انتوا كلكم يا حلوين اشتقت لكم كثير. وين غايبة؟ الغايبة كورونا وشوية مسؤولية، ماما عند الوالدة يعني تعبانة شوي، وبعدين الوضع العام معتزلة الإعلام كله. أو مقرد بعدة أو خيفانة أو مقرد تسكتي وما بدك تحكي، شو لا تسكت. الصمت بهالأيام هو أحسن شيء، فقررت إني ما أحكي ما أطلع كتير، نراقب ننتظر، هيدا وقت أنا بحسه وقت الانتظار. ونصلي تتمرق هالمرحلة. بدنا صلاة إلي بعدين أكيد بدنا صلاة، ما بيشيلنا إلا الصلاة وما رح يحمينا إلا الصلاة وما رح يخلينا نضل طيبين إلا الصلاة، بعدين الموت حق. ليدي أنت اليوم جاي على المجهول ناوي على الخير؟ أكيد. أقولك المجهول هو ناوي على الخير؟ هلأ أنت منك هين. أنا ما خصني، أنا ما خصني شو بقول المجهول. أوكي المجهول منه هين، بس انه انا حقيقية وصادقة كل حياتي مع الناس ومع حالي ومع اهلي ومع الفن، فرح كون حقيقية واحكي حقايق يعني. انا ما بوثق فيه. ما بتوثق فيه الو؟ هلا اذا هو كذب شوي معلش جرب. ليه مساء الخير مساء الخير لك يا هلا يا هلا فيك لك نورتي تسلم لك سبحان الخلايق الله يخلي لي ولك بتكبري وبتجوهري ميرسي قمر ميرسي غريب من غريب اول ضيف بتحكي معه بهالطريقه الايجابيه بس اطلع هالدقيقه ما تفوت علي يعطيني هالدقيقه مش معقول الانا تبع المذيع مش معقول بس كثير يا ست الستات ناوي لك علانيه ما عليه بس انت اصبر شوية ليك ما عليه احكي اللي بدك اياه نحن هلأ بهالايام نحكي اللي بدنا اياه وانا جاي احكي كل شيء اهلا وسهلا برجع لك يلا عامل الرجي على الريش ليه بس ليش شكله تقليد بس اكيد انه ما بعرف بدي اشوفه شخصيا بس ما اضوم اول شيء هيدا الترند اذا بدك اللي بتعمليها الريش هلأ اليوم كيس حدنا ايه انه انا بنظري انه هيدي مادونا اذا بغير النمط بحس حالي بزعل بصير هيك ما بعرف داون هيك تعطيني شويه هيك حياه بهالايام اللي عم نمرق عليها بشعه يعني عم تمرق علينا ليدي طول عمرك انت قويه بعد حالك بعد وجريئه وسيده نفسك الحمد لله امتى الحياه غلبت مادونا او فوتتها بالمجهول شوف يعني بحياتي كان في مراحل يعني كل مرحلة قاسية امرق فيها كانت أصلا ما بنعرف شو مخبيلنا القدر إنسانة قدرية وعايشة حياتي بس في مفاجآت في مفاجآت بالحياة يعني ولا مرة كنت ضعيفة قلت بدي استسلم خلص ما بدي كنت أبدا ويبقى. أبدا أبدا كل ما يصير عندي صدمة أو يصير عندي مفاجأة بحياتي مزعجي صلي اتسلح بحكمي استشير اكيد اللي اعلى مني واللي افهم مني واللي عندهم معرفه اللي بيصاروا لمواصيلك النجوميه المطلقه الاضواء النجاحات المصاري الحمد لله بيصاروا لمحل سوري بيصاروا لمحل بخشخش يعني
ايه بس يعني عندهم خشية الشهرة. بيفقدوا التوازن. خشية النجومية. بيفقدوا التوازن. لا الحمد لله. ولا مرة ملقت فيها؟ أبدا. يعني اللي عملتيه أنت ما بعتقد في فنان عربي قدر يعمله صراحة. بتعرف ليه يعني ما حسيت؟ لأنه أنا دايما كنت أقول إنه ما في شيء بدوم. لا الفن بدوم ولا الشهرة بتدوم ولا المصاري بتدوم. فمن هيك كنت أعيش كل حياتي كل يوم بيومه. وقول لي كتب لي يا الله بده يصير. وإذا مرق أيام حلوة أشكر الله عليها وأيام بشعة أشكر الله عليها. الأيام البشعة الأيام البشعة بتوصل الإيجو اللي عندكم إياه أنتم النجوم والنجمات. أو بتوصلكم لانتحار أو بتوصلكم لطرق من ما بدكم إياها أنتم ما بتكونوا عاملين حساباتها أو ما بتكون بتشبهكم. هلا أحياناً لما بتكون أنت أحياناً ما بتكون عم تشتغل مثلاً بفترة مثل هلا نحن هالسنتين قعدنا ما اشتغلنا للظروف كلها يعني هو قاهرة إيه فبتحس حالك إنك أنت بطلت أنت يعني حتى لو بقوم حط ريشتي على بكرة وبطبخ بقعد بيتي بنتبه لأهلي وبنتبه إنه لعائلتي وهيك للماما بس في شيء ناقص بحس إنه مش أنا بكل يعني مش قاعدة مطرحي فهذا الشيء بيعمل لك شوية إحباط بكل هالسنوات بتسلح بكل هالسنوات بقرا كثير جربت شي مرة تنتحري؟ جربت تقول لا هلا من زمان يمكن روادتني شي مرة هالفكرة بس إيماني كثير قوي أقوى من هالفكرة هيدي الله أعطاني نعمة الحياة وحملني وزنات عرفت استعملتها أنا بنت كنيسة ونحن أولاد الرجا والنور فما بحس حالي إنه ممكن اعمل هالشي بلتجي لناس يعطوني الحنان والدفء والمساعده حتى مشان تقدر انا فنانه بشغلنا ليدي بشغلنا اوقات مضطر نغير وجوه ليدي مادونا كم وجه عندها لا ابدا انا مثل ما انا طبيعيه ببيتي وهون بكل المواقف مع كل الناس بتقابليهم نفس الوجه حقيقيه صريحه بحكي اللي بحسه طيب اذا انا هلا بتصرف شو بيطلع معي هلا انا من النوع العفوي يعني اذا تصرفت شيء تصرف بس هيك برجع يعني بعد هيك 10 دقائق مثل كاني ما قلت شيء ما عملت شيء اذا هلا اعطيتك ماسك قلت لك ليدي هيدا الماسك البسيه ونقي شخصيه تواجهيها سياسيه فنيه اعلاميه مين ما كان مين الشخصيه اللي مادونا بتخاف تساله سؤال او تحكي معه أو ما بتحب لا ما بخاف ما بتخاف لا ما بتحب تحكي معه يمكن ما بحب أحكي معه لا أنا من النوع اللي مش ما بحب أحكي مع حدا يعني بس مني هالشخصية اللي بدك تخليني إني ما أحبها أنا بحب كل الناس بدي شخصية تحاوريها بماسك تسأليها سؤال بقلبك يمكن ليدي مادونا ما فيها تسأل إياه أو تسأله إياه لا شو تحط الماسك بسأله بدون ماسك تسألي ما عندك ما عندي مشكلة لا ما بدي البس ماسك اذا اليوم اعطيتك برنامج قلت لك استضيفي شخصيه حاوريه مين الشخصيه بتنقيها اول شخصيه بتبلشي فيها انه شخصيه فنيه سياسيه فنيه انت اختاري مين رئيس جمهوريه سيد حسن ليش مين؟ لا حيور فخامه الرئيس شو اول سؤال بتساليه قال له انه كان وعدني انه بده يكرمني وصارت هالمغموره كلها ما عاد صار عنده الوقت يفكر بالفنانين بتقولي له رجع فكر بالفنانين بدي اقول له يعني ان شاء الله قبل ما تخلص ولايته انه يفكر انه في ناس عطت عمره للبنان وللفن العربي كله ولكل الفن يعني فلازم هيك هو بيبقوا لبعدين للاجيال مثلا اولاد بنتي بكره بيكبروا بقولوا انه مثلا تيتا عملت هيك نجحت هيك الدولة ولا مرة قصرت بحقوق الفنانين وخاصة بس يموتوا يعني دايما بيتكرموا بس يموتوا ايه هلا عني وطيبين ما كثير بيسألوا عنهم عرفت كيف؟ بس لما بيتوفى مثلا الفنان بيقدموا له الوسام انا اخذ وسام استحقاق لبناني كان عمري 11 سنة من ايام لما كان فخامة الرئيس ليمان فرنجية يا طيب ايه كنت طفلة بعدني بعدين بس بينطروا انه اذا مات بقدموا له الوسام الاستحقاق اللبناني انت بدك الوسام قبل الوفاه بعد بحب انا اتدلل انا وطيبه انه حدا بيصير له انه يتدلل بقول لا ويتدلل على الدوله بقول لا
بس هالايام بنت الدوله مش فاضيتنا، مش فاضي ولا حدا فاضيلنا ولا حدا باله فينا اصلا. يعني اذا كنا متنا عشنا نهارنا ما في غير نقابه الفنانين، انتبه يلي انا منتسبه لها الاستاذ فريد ابو السعيد بوجه له كثير تحيه كبيره. بكل فتره الكورونا نقابه الغناء والموسيقى بلبنان وكل اعضاء النقابه كثير اهتموا فينا وسالوا علينا. كيف يعني اهتموا فيكم؟ مشكورين. كيف اهتموا فيكم؟ يعني اذا عزنا شيء يساعدونا، للاسيورانس وقتها كان عندنا اشياء كثير سهلونا الطريق. سألونا إذا بدنا مثلا إذا حدا عايز أكسجين، أخذنا الصليب الأحمر كمان. إنه الصليب الأحمر حلو إنه عندنا نقابة هيك فعالة، برافو. إيه نحن نقابتنا فعالة وسألت على الفقرة كمان. في نحن أكثر قطاع تأذى بالكورونا. ما عاد في حفلات، ما عاد في سهرات بلبنان ونحن بنحب لبنان كثير. ما عاد في مهرجانات الموسيقية، يا حرام قعدوا ببيوتهم صح بدون ما سمي بدون ما احكي. يا ما في ناس فنانين موسيقيين كانوا ما عندهمش يجيبوا لعائلتهم لقمه خبز. بس الله يخلينا استاذ فريد ابو السعيد وتوفيق التنوري الفنان المتالق اللي بحبه كثير، صديقي واستاذ كمال خليل وكل الجروب يلي موجود باعضاء الاتحاد قوه. نحن جروب عطول بنجتمع عطول هيك، وبيسو اللي هي مسؤوله بالنقابه ليدي بشكرهم، انا بشكرهم. نحن كمان بنشكرهم عم يهتموا بفنانيننا. ايه ليدي اليوم الظروف اللي عم بيمرقوا عم نمرق فيها كلنا كلبنانيه. نعم. اكيد عم تمرق عليك كمان اكيد. قلت لك نحن ظروف صعبه مش طبيعيه، ازمه اقتصاديه، بنزين ما في، كهرباء ما في، كله ما في، ما في شيء دواء ما في، مصرياتك اخذين لك هن بالبنك وبتقعد. راح جانا عملك كله؟ لا وينه؟ وين؟ في عندي الحمد لله. شو ده؟ انه هلا في اشياء بالبنك راحت. بالبنك؟ وامجا عم صرنا نشحد من الدولة من البنوك. وبعدين انه وضع مش كثير مزبوط. انا بنظري انه الوضع هلا مقرف. مقرف؟ ايه مقرف. مش بس هيك مش حلو، مقرف. شو بنعمل بك؟ يعني الناس اللي كانت مثلا حالتها وسطى صارت فقيره. الناس الفقيره صارت عدم. هلا شو فينا نوقف حد بعضنا انه كانسان نحن كلنا كل الناس توقف حد بعضها اليوم اللي قادر يساعد الثاني. انا هيك بنظري. ليدي لا في كثير ناس قالوا لي بس عرفوا انه حضرتك ضيفتي قالوا لي اسألها لليدي مادونا. نعم. ليه بعت بيتها مثلا؟ انا بحب كل 10 سنين غير بيت. احنا بحب بهالظروف يغير بيته؟ بلا بلا بلا. انا بحب كل 10 سنين تقريبا غير بيت. ثاني شيء مطرح ما كنت قاعده كان عندي ظروف ما كنت مرتاحه. فبعت البيت واخذت بيت ثاني. حتى البيت الثاني كمان رجعت اخذت بيت ثالث. يعني صرت ما عادوا يعجبوني البيوت. حتى شو البيوت شو عملت؟ ما بيعجبوني. ما بيعجبوني. صرت شايفه 100 بيت ومش عاجبيني. كل بيت بلاقي له غلطه. خليني اقول شغله للناس انه اول شيء كلنا بنتفق، يعني انا وكنا عم نحكي انا والشباب قبل الهوا انه ليدي مادونا يمكن اكرم فنانه عربيه مرقت بتاريخ الفن العربي. بشكر الله. الاكرم. بشكر الله. انه الله اعطاني هالنعمه، نعمه الكرم. ما ندمت انه انا كل هالمصاري طلعتها مين ما كان في مديد على جيبته ويشيلها ويشيل ويعطي. هي بدها تعرف شو الفرق بين البخيل والكريم؟ شو؟ قوة إرادة. البخيل عنده قوة إرادة أكثر من الكريم. كريم ما عنده إرادة. بس دغري بشوف حدا دغري بيشيل بيعطي. حدا اتصل دغري. هيدا وضعك كان. انه انا هيدا بيبقى هيدا وضعك كان صح؟ نفسيه يعني كان بيتك مفتوح 24/7 وبعده مفتوح، واهلا وسهلا باللي بيجي واللي بقدر عليه اعمل. بهالايام مش حقصر وما قصرت وما رح اقصر طول ما انا طيبه. ليدي عم نحكي عن الوضع الاقتصادي بالبلد، وضعنا كلنا كلبنانيه، برايك كمواطنه لبنانيه ليه وصلنا لهون؟ ليه نحن اليوم
ما عندنا كهرباء، ما عندنا مازوت، ما عندنا لانه انا بحب اني اقول لك كلهم بيطلعوا بيسبوا بالسياسيين، انا سياسيين بحبه بس انا بحب اني اقول لهم انه انتم غلطانين. بتحب السياسيين؟ بحبهم كلهم لانه هن بشر ناس. بس ما بحبه بس بشر خطائين، هيدا هو انه هن غلطانين. تيطلبوا السماح من الشعب لازم يصلحوا بعض الامور تيرجع يصلح هالبلد، والشعب غلطان. لما تروح انت كمان على العمياني تروح بتنتخب يمكن ما عندك ثقه بهالشخص او عندك امل، طب نتفي لازم كنت عندك شوي باك جراوند عن هالشخص قبل ما تروح تنتخبه. مش تروح هيك تنتخبه. ليدي كلنا شاركت بالانتخابات النيابيه على سنوات ماضيه، وانت منهم اللي رحتي وانتخبتي انا بنتخب فوتينا بالحيط. انا فوتك بالحيط شو؟ ما فهمت، رجع عدلي فوتينا بالحيط؟ لا رجعت لي رحتي وانتخبتي لوين؟ على الانتخابات؟ ايه لوين رحت وانتخبت؟ ايه رحتي وانتخبتي وفوتينا بالحيط، يعني شاركتي الشعب الفاسد اللي عم تحكي عنه بوصول ناس فاسدين الى مين قال لك اني انا شو عرفك مين انتخبت؟ بعرف شو بعرفك بعرف. انت انا بس فوت ورا الستاره وحط اكتب على الورقه انت وين بتشوفني بالحلم بالمتن مين انتخبت ليدي؟ انا بحب المتن، انا بنت المتن. هلا نحن في عنا كثير ناس انا بقدرهم بحترمهم لهم تاريخهم بالمتن. طيب كان... ليدي بيحكى بالوسط الفني انه ليدي مادونا بتنتمي او قلبها ميال عب عبده وعلى التيار الوطني الحر، انه انا فنانه لبنانيه ماني سياسيه. بحترم رئيس جمهوريتي كمواطنة عم بحكي انا كمواطنه انا بحترم رئيس جمهوريتي طبعا كلنا بنحترمه بس واقف عندك ماني مرا حزبيه. هلا بحب القوات، بحب سمير جعجع، بحب ست ريدا، بحب جبران باسيل، جبران باسيل بحب ميشيل عون بالرابية، ايه مثلا بحبهم كلهم. بطلع لعندك الجمعه بعمل له زياره؟ لا سوري لا أنا صاحبتي قاعدة حده. بتطلع عند صاحبتك وبتبصص عليه. نعم. شو؟ أنا فيلي الثانية هارون، تنتونتي هي فيلتا خد فيلته. أنا بطلع عند صاحبتي. نفس الطريق. أوكي. نفس حاجز الجيش. إيه وما بيمنع أطلع أعمل له زيارة. تشرب فنجان قهوة عنده. وين الغلط؟ مش غلط. طيب. يعني ما كانش بعد صار يعني القلب، إيه ما مشان هيك عم بقول لك، يعني القلب ميال لطيار الوطن الحر. مش ميال. طريق ميالي ولا طريق ميالي، انا انسانه لبنانيه وبحب رئيس جمهوريتي. وين الغلط؟ مش غلط بس كلنا متفقين على حب رئيس الجمهوريه بس بس انا عندك. عم بحكي عن وقف عندك تيار وطني وقف عندك، انا بحترمهم كلهم. طيب ايميل عهد الرئيس عون راضيه كمواطنه عن عهد الرئيس عون؟ بتحب هلا الله يساعده ليش هو اللي عم بيقرر. مين عم بيقرر؟ بدك تشوف اللي حواليه. قولي لي مين؟ بعرف انا ما كثير بتدخل بالسياسه. يعني مين اللي حواليه؟ يعني السياسيين اللي حواليه اللي سياسيين اللي يعني صهره يعني جبران باسيل يعني لا 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 سوري شو انا ما بعرف. بعرف انه مش هو وحده. لو هو وحده كان زبطت امور اكثر. بس مش هو وحده. عرفت كيف؟ يعني في جهات سياسيه اخرى عم تتدخل بقرارات الرئيس. اكيد اكيد مش هو قراره وحده لا. ايه لو بيتركوا لحاله كان البلد اضبط من هيك. طيب هلا اذا بتطلع لعنده على الرابيه عب عبده عب عبده؟ عب عبده بدي اطلع اعمل هلا. اذا 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 طلعت لعنده هلا عب عبده تشرب فنجان قهوه انت طالع عن تانيا رفيقتك ب انت شو بتقولي له؟ بتقعد بضيفك فنجان قهوه شو بتقولي له؟ غير انه اهتم بالفنانين سياسيا شو بتقولي له؟ ما بقول له ماشي ما بتقولي له اجادك رجع على الرابي شو بدك بهالشغله؟ لا ما خصني. هذا موضوع ما بيعنيني مواطنة. انا مواطنه مواطنه لبنانيه ما بيعنيني انا بطلع بسلم عليه ببوسه ومدامته الرئيسه بحترمهم. ما تقول الا رئيس بلادي. مفروض تحترم هيدي الكلمه طبعا طبعا. فنحن بطلع بسلم عليه وبشرب قهوه بتغدى عنده، ليش بدي اشرب قهوه بس؟ بتغدى عنده، بقضي نهار حلو، بغني له. بتعملي له غدا؟ بعمله انا غدا ليش لا؟ ليش لا؟ ملوخية، بحب ملوخية. انت بتقول له ملوخية. طيب ليدي برأيك انا ما بقول له شيء، بقول له انا بحبك، بحترمك. وميرسي لأنه على استضافتك. وبعلق للنيشان
وارفع قبل النشان طالع داخل النشان مش طالع تدقي له بس لا لا انه اكيد اوكي طيب انت بدي نسجل بالتاريخ فخامة الرئيس مثل ما عندي كثير نياشين وكثير شهادات فخامة الرئيس في تكريم لليدي مادونا بحوزتك لو سمحت فروج عنه طيب ليدي بالانتخابات المقبلة رح تنزل تنتخبي؟ أكيد مستقلين أكيد مستقلين أكيد مستقلين أكيد مش سياسيين ممكن ما لا بس تحط الليستة منشوف يعني فوت ورا ال يعني اللي انتخبتيهم قبل رح تنتخبيهم هلا؟ ما بعرف مين نازل هلا مزبوط شو خاصك مين بدي انتخب؟ بدي أعرف ما رح أقول لك ما أنت مؤثرة لا ما رح أقول لك توقعاتك دغري تقولي لي سامي جميل او سامي جميل حبيب قلبي او او ولك يا عمي شو عم تحكي انت بس جيل بيت جميل روق شوي بس تحكي عن بيت جميل ما هو قدموا دمن دمن راح للشيخ بيير قليلي اللي راح والله يطول بعمره للشيخ سامي يعني تنتخبيه حتكون انت وفيه. شو خاصك مين بدي انتخب بدي اعرف ما حقلك ما تطق ما رح تنتخبكم ما تطق غيروا رايكم ليك ليك الحكي ما انت ما خاصك مين بدي انتخب ليدي طيب طالما هالمحبه الكبرى هذا شيء خاص للسياسيين هذا انا بحترمهم كلهم بحبهم انا لما كنت لما بطلع بعمل حفلات كلهم بيجوا بيحضروني هني وعيالة انا بتعامل معهم ولما تكوني قاعده بالبيت ثلاث سنين مين بيسال عنك منهم؟ الشيخ سركيس 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 الله يطول عمره اليوم الشيخ سركيس سركيس يلي بيساعد الجامعات ويلي فاتح المستوصف بيساعد ما بيفرق بين مسيحي ومسلم يلي بتكون قاعد شوي بيجيك تليفون انه كيفك يا مادونا كيف صحتك حتى الشيخه هدى يعني لما بيجيك شخص بيجيك مغلف لما شخص بيبعتولك ما خص المغلف مش ضروري هذا حكي عيب تحكي عم بسألك وإلي الشرف لما بكون قاعده انا بلا شغل بيجي حدا بيسال عليك بيقول لك مصرياتك بالبنك وانت ما عم تشتغل يعني كيف عايش وخصوصا ست مثلي كيف عايشة مدونة؟ انه انا ست عايشة لحالي اوكي ما عندي ماني مجوزة لك وعندي سند وما عند والدولة ما عم تسأل علينا رغم انه في كتير اصحابي سألوا علي بس انا بحب اقول لك مثلا انه عم نحكي عن السياسيين صحيح ايه لما بقول لك الشيخ سركيس كتير انا بحبه صديقي وبحترمه بحترم انسانيته ليدي انت عارف برومانيا كم الف لبناني معيش ومن ورا ما زيرعوا لهونيك قد ايه مساعد اللبنانيه قائده الحمله الانتخابيه ليدي خبريني كيف عايشه؟ ليه؟ فعلا ليه انا بحكي يعني مصرياتك بالبنك محجوزين بتاخذي 6 مليون 6 مليون ما بكفوكي تحطي ريش حق قطر لا حق ريش مطار مطار هذا ريش كثير غالي هذا الريش ما بكفيكي طيب كيف كيف بتعيشي؟ كيف بتصرفي؟ كيف بتضلك بهال الله يخلي لي خيي وبنتي وامي امي حبيبتي خيي واختي هيلدا بيساعدوك سهري طبعا نحن كلنا بنساعد بعضنا انه نحن عائله متكامله متكاتفه شو ما صار ناكل لقمتنا كلنا مثل بعضنا يعني انا خيي ايام ال كل الكورونا صار يقولوا انه اللحم مدري قد ايه وكذا كان يجي اول ما يفوت على البيت يطلع يجي اذا في شيء ناقص من غير ما يقول لي هيك يجيب لي ويجي هلا كثير ناس عم يحضرونا عم بيقولوا عبر هاشتاج المشهور انه ليدي مادونا فنانة البلاط، فنانة القصر، فنانة السياسيين، فنانة الزعماء طيب انا كل عمري هيك غني لهم ما عندك مشكلة يعني كل عمري غني لهم كل عمري هلا تغير الوضع هلا صار في ثورة 17 تشرين لحظة كل عمري اطلع غني بالقصر ما وقفت على الظروف هيدي المرئين فيها هلا كل عمري غني كنت باهم مطرح اذا بتتذكر بترجع لورا بعد ثوره 17 تشرين ايه صار في نقمه ما في ثورات ما في ثورات بقى خلص شو ما في ثورات؟ بعد 17 تشرين هوديك ما بتسموا ثوره 17 تشرين كانت ثوره نزلتي على 17 تشرين؟ لا ما نزلت ليه؟ لانه كنت وقتها ماما بالمستشفى وعم بخدمها كنت رح تنزلي لو يمكن لو صار مجال يمكن كنت نزلت وقلت لهم اني انا بحبكم كثير وقفت مع ريشتي كنت قالوا هيدا لبنان لبنان هيك لبنان الفرح لبنان كنت قلتي لهم كلهم يعني كلهم كنت لبنان الكتاب لبنان مش بعرف صح كنت طلعتي هتفت كلهم يعني كلهم
او لا مش كلهم يعني كلهم الا هيدا وهيدا وهيدا. هلا انه راح المنيح بظهر الشنيح ما في حدا مش غلطان برجع بقول لك بس راح المنيح بظهر الشنيح. مين المنيح؟ انه في كثير ناس كويسين. سمي لي واحد. زياد بارود بحبه بحسه كثير نظيف. زياد منه بالطبع الحاكم كان وزير وبطل. يا خيي عم بقول لك انا مين هيك من هالسياسيين مثلا انا بحب الياس الفرزله. سميلك انا بتقولي مين قبيح مين منيح؟ لا بليز كلهم منيح كلهم بحبه بس في ناس هيك يعني. بس كنت نزلت على الثوره او كنت سمعت لنداء التيار الوطني الحر اللي قال انه نحن ما بنشاركين مش مشاركين بالثوره ما بننزل؟ لا انا ما فكرت هيك. انا ما كان عندي ظروف يعني كان عندي الوالده مريضه وما بالنا يعني بالنا كيف بدنا نضل طيبين بالنا كيف بدنا نعيش يومياتنا المأساوية اللي قضيناها يعني هاي. مش انه كرمال في طلب انه ما تشاركوا ما شاركت. لا 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 شو الحكي انا ولا دعمت حتى على السوشيال ميديا. اصلا ما عندي مين بدي اقلي يعني حتى بوقت على السوشيال ميديا. اصلا انت برايك مين بدي اقلي؟ مين بيقلي؟ ما هو طالع قرار من طير الوطن مين بيقدر يمون علي انا اذا ما انا بعمل اللي براسي. جبران باسيل انا بعمل اللي براسي ما حدا بيمون علي انا قناعاتي بتخليني روح ان كان على الانتخابات أو على وإن كان على الثورة وإن كان على المسرح وإن كان على غناني بعمل أنا اللي بحسه واللي براسي. ليدي بعد انفجار 4 آب ما تغير إحساسك وقناعاتك و... أي إحساس ماتوا أصحابي أصلاً نحن بهالسنتين ثلاثة ماتلي كتير قرايب يعني بلش من عمي خي بي الفنان فرناندو عرميطة رسام لا جر لخالي لا جوز بنت خالي لا دكتور بديع ابو الجود لا اخواتها لا مارسال حياتي ولاد خالها لعمي انه لامتي ما نضل نخسر الناس اصحابي لامتي ما نضل نخسر اصحابي اكثر من 15 شخص حتى ندفع ثمن فشل منظومه سياسيه لامتي ما نضلنا هيك وساكتين نضلنا نزقف لهم نقول لهم نحن بنحبكم انا بنظري بلبنان ما بقى في قيمه للانسان للروح إلا الصلاة، الصلاة بتخلي روحك طيبة وإلا نحن كإنسان ميتين. إذا بتجي لرأيي هلا أنا شو بدي برأي كل العالم وين كنت بأربع آب؟ أنا كثير هيك ببيتي شو صار؟ كسروا ال الإزازات كلهم ببيتنا بجلي الدين إجوا صلحوا لك الجمعيات الخيرية أي جمعيات خيرية؟ جمعيات خيرية صلحوا لي ولا حدا صلح لك؟ ولا حدا سأل عنك؟ بلا هلا في اصحابي سالوا عني بوقت الكورونا عم بحكي عن جمعيات شو بدي بكورونا جمعيات مثلا مثل النايب بولا يعقوبيان وجهها تحيه داليا داغر حبيبتي ماتيلدا فرجلا نتالي فضل الله جمعيه نتالي فضل لحظه الله. لحظه لا انا سوري انا عم بقول لك انه عم بحكي عن جمعيات جمعيات يعني بولا وداليا ماتيلدا فرجلا بجرن تحية هاي انه في كثير ناس انا يعني ما كنت متوقع ايه كجمعية عم بحكي يعني ما نحن بنتعاون نحن بنساعد العالم كجمعيات وهيك بس انه هني كمان عيطلفنوا كيفك مادونا انه معلش بس بعثوا لك مساعدات او لا من اني الجمعيات يعني ان كان على سطوح بيروت او دفا انه سالوا شو لازم لي مثلا يمكن كان ادويه انت عارف قد ايه بنشتري ادويه كان مقطوع الدواء وقتها كانت ماما مريضه كيف كنت عم تامنيهم الادويه؟ هيك احكي معهم وقول لهم يامنوا لي الادويه جيبوا من باريس الدواء ما نجيبوا من لبنان لا ما كان في دواء صح يعني طيب انه هيك عوزهم للجمعيات شو بدي عوزهم للجمعيات؟ عسيرة باريس بمرحلة صعبة اللي مرق فيها لبنان شفنا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اجى على لبنان ودعم الشعب اللبناني اهلا وسهلا فيه حبيبي اهلا وسهلا بس ليش عمل هيك؟ اول شيء اجى دعم اللبنانية وحدهم ساعدهم عمل جولات بالشوارع اللبنانية مشكور وزار ايقونة الفن اللبناني سيدي فيروز على راسي شفتي؟ ايه شو رأيك؟ انه كان لازم يزورنا كمان ماجدة نزلت لعنده ليه ما نزلتي؟ لا انا بغلطها حتى مع احترامي لها في حرة عن بدي اياه
بس كان المفروض يجي هو يزوره. نزلت عنده على كان المفروض هو يجي يزورنا ويزورنا. نحن الفنانين يلي صرنا 50 سنة عم نعطي للبنان للعالم على القليلة إنه يعطونا مطرح. عتبان عليه إنه مزارك؟ إيه أكيد. أنا باريس بحبها وعشت أيام حلوة فيها وغنيت فيها. يمكن قرر يزور رأس الهرم، رأس هرم أوكي الكهن. أوكي مش ضد ولا شو، على شي يعمل يعني. بس أنه كمان أنه أنا مثلا ماجدة حبيبتي أنه متجايلين أنه في تاريخ بالفن. مين كمان؟ مين كمان كان لازم يزور؟ أنت وماجدة ومين؟ هلا ماجدة سبقتكم. ما بعرف عبد لك هلا مش جاي على راسي مزبوط. ماجدة سبقتكم نزلت على الصنوبر عملت خطوة. أنا ما بقدر. أنا تقلي انزلي، لا ما بنزل. ليه؟ هيك. ما بنزل، شو بنزل أعمل؟ شو بدي أقول له؟ بدي أقول له ساعد لبنان. فيني أقول له إياها هلا، ساعد لبنان بحبك كثير، بكره بطلع لعنده أنا بزوره بباريس. ما عادش عندك وقت، خلص الشهر الجاي هو بيروح. يا الله. طيب بنزوره كأصحاب مش ضروري كرئيس. 100%. أنا على طول أنا بسافر على باريس يعني من البلاد اللي أنا بحبها. وبلاد الموضة وكل سنة بسافر. وانت ست الموضة. خلينا نختم أول فقرة من الحلقة ليدي. أنت عشت الحرب والحرب كلها اللي مرقنا فيها. اليوم الوضع مثل الحرب أو أسوأ؟ والله بأيام الحرب كنا نشتغل. كنا نطلع مصاري. كان في حياة. نعرف أنه هلأ في حرب. بس هلأ بضطر تعرف لأمتى رح تخلص وشو رح يصير فينا بعدين. بتقول للبنانيين فلوا روحوا نبشوا على ارزاقكم برا؟ لا مثلا انا ما بفل. مسكوا لبنان؟ كثير فنانين فلوا. انا ما بفل، انا بحب لبنان. لانه هون اذا فقدت شوي من كرامتك اشرف ما انك تفقدها برا على طول، بلش عندك كرامه برا. بتروح. خلص. بعد البريك انا والليدي مادونا رح نحكي فن. عبر صوت بيروت انترناشونال والال بي سي اي متابعين حلقة اليوم مع الليدي مادونا اللي كلكم اشتقتوا لها. الليدي اول بارت في شيء زعجك؟ شيء سؤال؟ لك انت هيك حشرة كثير بتسأل سؤالين. ما بدك حشرة، شو بدك؟ انه كثير هيك بتزرق الواحد. طلع عليك قمر، شو عامل بوجهك؟ بوتوكس و اعوذ بالله. شو؟ انا ما بعمل بوتوكس، هذا وجهي طبيعي هيك. بين عمرك 12. ايه تحرك اكثر والله. الحمد لله. انا بحب انه اخلي ريد اكسبرسيوني يبينه وضلني على طبيعتي. ماني ولد انا، بس انا ماني كبيره كمان. على هاشتاج المجهول قولوا لي قدام بين عمرها لليدي مادونا. فعلا انا بحب ضلني على طبيعتي. بس ما في فنانين، ما في فنانين مش عاملين شيء يعني. ما عليه يعني، انه شوف شكلهم كيفو خوفوا خوفوا معمار عم نشوفهم وكلهم مثل بعضهم. بتشوفوا قد ما بيظبطوا لهم الاشياء بال فوتوشوب وهيك. بس انه شيء يعني انا ما ممكن، ما بتحمل. لا ما فيك. انا بحب اشوف حالي على طبيعتي لو عندي شوية ريد. ما عليه وين راح تعب هالسنين؟ العالم ما فيك ما تتزاكى عليها يعني، تعمل حالك زكى على الناس. لا انا مره تعبانه بحياتي، سهراني كثير، منيح اللي بعد فينا نوقف على اجرينا. بس الفن، ما بده انه الفنانه تهتم بحالها وتظبط وجهها. لا يا شيخ ما كون ما بهتم. لا اكثر من هيك. نظبط وجهها، تشيل الريد، تعمل بوتوكس، تعمل ضروري. شفاف. خلي يحبوني مثل ما انا هلا. مش دارج، مش انا شفافي كبار من غير ما احط لهم كولاجين. مش من سر من اسرار النجاح انه البوتوكس والفيلر كل واحد عنده عقليه. انت ضده؟ انا بحترمهم. طيب ليدي انا بحترمهم وبحترم كل حدا بيعمل هال بتعاطى بالجمال بالتجميل. وانا تحيه لكل الدكاتره اللي بيعملوا التجميل يعني. انا مش ضدهم يعني عم سبهم، لا. انت ضد اللي بتعملهالك؟ مره بحب بس اوعى بكره اطلع بوجهي لقيه طبيعي هيك. مش حس حالي اذا كنت زعلانه ما عارف اعبر لك. انه كيف بدي اعبر لك اذا وجهي هيك؟ بدي اعبر لك بعيوني. لا ليدي عم نحكي عن الفنانين والفنانات. خبريني الوضع الفني بلبنان كيف هو اخر كم سنه؟ بموت، بقرف.
ليه؟ لانه لا في مسرح، لا في غنانه، لا في مستوى اغنيه. بيجوا الفنانين بيغنوا عندك وبلبنان ولا بيهتموا بنقابه ولا بيتسجلوا بالنقابه. ما بيعجبك شيء من الاصدارات اللي عم بيعملوها الفنانين والفنانات؟ فوضى فوضى. في اشياء بحبها، في اشياء لا. انا بحب غناني فارس كرم، بجله تحيه، بحبه غنياته هيك بخلوني افرح. غيره؟ اما في كثير. شو عم سمي لك هلا؟ واحد مين بتحبي من الصبايا؟ صبايا؟ انا يعني صبايا لا، يعني انا بحب اليسا. اليسا؟ ايه. اخر اغنيه حبيتيها قلتي هي يا ليتها لالي، يا ريت انا اخذتها؟ ما بتقولي؟ انا يعني انا ما بغار، بس انا مثلا بشوف شيء بيشبهني. هاي غنيه وقت غنيتها عم تحكي عن اليسا ولا عن؟ لا لا لا، عن بالمجمل، بالمجمل عم بحكي. انه في كثير اغاني بحبها. ايها وحده بتقول يا ريت، يا ريت انا اخذتها؟ لا ما هي هيك. بلا عندك. لا انه انا حكيت كنت رايحه بغير. شو؟ انا في اغاني حلوين ما بعرف. الاغنيه حفظتيها بتغنيها انت بالبيت؟ يا مرايتي مثلا لالي لسه بحبها. من 20 سنه. ايه بحبها. ايه. انه هيك في اغاني ما بتموت. ساحر القلوب، نجوى كلام، ملعون ابو العشق. ايه بحبهم. حلوين. ايه حلوين. انه مش غلط. انه اغاني. غني لي مقطع منها. ايه. ملعون ابو العشق. لا بعطيك انا الضوء. شو؟ لا. ما بتغني لها. ليه؟ بغني لحدا الا لالي. بس لك علاقتك بزميلاتك الفنانات كيف؟ ما بشوفهم ولا بيشوفوني. من زمان كنت اعزمهم وكل واحد يقول لي انا مشغوله مطرح. ما عادش عزمت حدا. مين كنت يعني مين كنت حبهم يعني مين مين كنت حب انه نكون قراب. مين كنت تعزمه يقول لك مشغوله؟ انه كلهم، انه كان بعدهم مبلشين، انا كنت قبلهم مثلا نوال نجوى ايه مثلا كنت اعزمهم هيك ساعه تقول لي مشغوله، ساعه تقول لي مسافره، ساعه تقول بطلت. أنا ما عادش من وقتها مقطوعة العلاقات مع زميلاتك؟ مش مقطوعة، معدومة. بس إنه يعني هني مطرح وأنا مطرح وكل واحد بشغله، مش معناتها إنه أنا ما بحبهم، بالعكس أنا بحبهم وبحترمهم وبيجعني قلبي عليهم. لأنه شو الفنانين؟ الفنان معتر، بروح بيشتغل، بينقهر، بيسهر، بيسافر، العالم بتفكروا انه ايه ايه جايب مصاري وجاي. هلا شو بعرفني اذا هلا صار تغير الفن. الفن بيعمل مصاري؟ بيعمل ايه. بيعمل ثروات؟ ايه ثروات. لا بالبلد العربيه لا ما بيعمل، بالبلاد الاجانب بيعمل. ما بيعمل الفن ما بيعمل ثروات؟ لا الا اذا عملت مقابله تجاره. انت ما عملت تجاره. انت اذا طلعت مثلا مبلغ، انا لاني كنت انتج لحالي. ممكن اني احطه على الاستعراض، على اللبس، على الاغاني، على التوزيع. ما كل هذا حقه مصاري. بيبقى يعني اللي بتطلعوا الشقره بتحطوا حمره وبودره. بعدين ما تعاقدت مع الشركات، وبعدين افلسوا كل هالشركات. وهلا بدبي عم يشتغلوا، يلي كملوا مع الشركات اهم دبي. ويلي ما عم يشتغلوا مع شركات ما عم تعطوا. نجوم صف الاول. بس تقول لي نجوم صف اول، شو هذا صف اول؟ في فنان. الحقيقة. ما في ما هي انه اي حقيقة. السوق بيفرض كلاس ا كلاس بي كلاس سي كلاس دي. منين اللي بيفرضهم؟ منو اللي بيقرر؟ السوق. اي حفلات. سوق. مين مطلوب اكثر على حفلات؟ مين بيجيب اكثر على اليوتيوب؟ حسب انتم كيف بتمشوهم. ما في كليك بيبقى ورا الكواليس، هو بمشي للفنان. ويا اما بقول له لا اما انا ما بدي اخذك هلا، بياخذ غيره تيمشيه. هو الفنان، الفنان كل العالم بتحب الفنانين. لانه كل العالم بتحب الفرح. زملائك النجوم ما بدي اقول الصف الاول، ما راح اقول الصف الاول، انا كلنا صف اول الحمد لله. زملائك الفنانين نعم. بلشوا يشتغلوا يعني صار لهم سنه تقريبا عم يشتغلوا بالخليج، بتركيا، بالاردن، بالسعوديه، وين ما كان. سعوديه. انه انا بحترمهم كلهم يلي عم بيعملوا حفلات بالسعوديه، لانه صار فيها انفتاح على الفن والسياحه والحضاره وبلد صار منفتح. اوكي. انه لا انا بعد ما شاركت بهالحفلات هيدي انا عندي هلا مش ما نقول عتب. سؤال. انه سؤال. لمين بتساليه؟ مين المسؤول؟ معالي المستشار تركي الشيخ. اوكي معالي المستشار تركي الشيخ. انا بدي اساله
بما انه بحب الفن، بحب الاستعراضات، بحب اللبس الحلو على المسرح، وبحب الاصوات الحلوه، وبحب اللبنانيه، انه ليش اخذ كم من الفنانين وبعد مادونا ما انفتح لها الفرصه؟ انت بتسالي ليش؟ بكون حدا قايل له ما تجيبها. ما حدا بيقول له معلم مستشار ما تجيبها. هيدا الوحيد اللي طيب مشان ما اقول لك شو ناسي ماني موجودة على السوشيال ميديا وعند الفيسبوك. يمكن انا صار لك زمان ما اصدرت اغنية، يمكن لا عندي اغنية ومنزلة اغاني. مش مزبوط هالحكي. طيب ليدي خلينا نحكي الامور مثل ما هي، امتين اخر مرة نزلت عمل فني؟ من شي 5 سنة. 4 سنين. ايه هلا هو سنتين ما عملت شيء. هو سنتين وهلا نحن الثالثة. ما نزلت ولا عمل، ليه؟ لأن وين؟ كورونا. ما ظهرت من البيت. بتعرف يعني الفنانين كلهم عم بينزلوا يا خيي هن حرين. يعني السوق ما وقف. ما تشبهني بحدا. انا بنتج قلت لك. هن في مين عم ينتج له؟ او بحطوا مصاري من جيبتهم ما حدا بينتج. طيب احكينا عن الانفتاح الكبير اللي عملته المملكه العربيه السعوديه. حلو كثير. شفت التطور؟ شفت هذا التطور؟ هذا الملك وجه له تحيه. الملك سلمان. الملك سلمان الله يعطيه طول العمر. الصحة على الانفتاح الحلو انه وسع هالبلد وخلى هالشعب يتنفس ويفرح ويرقص ويغني. هذا كان ممنوع قبل، انه واحد يغني كان ممنوع يقتلوه. هلا ليه كيف صارت تغيرت؟ تغير اكيد، تغيرت الدنيا. بدك تروحي تزوري الملك سلمان؟ ايه اكيد. شو بتقولي له؟ بقول له انا بحبه اول شيء، وقدم له ولائي لإله، وإن شاء الله نروح نزور مكة المكرمة المقدسة. حلو، عبالك تزوري مكة المكرمة. أكيد. حلو. إيه. إنه هيدا بتمنى بحياتي إني روح زورها. هيدا هاي. بكون شيء الله بيعطيك إياه. عرفت كيف؟ هيدي هدية، بتكون هدية من الله. طبعًا. إيه. طبعًا. أنا عملت رحلة حج على ميديغوري. كانت اجمل رحله بحياتي. وهلا عبالك تروح على مكه. ايه طيب ليدي قبل هيك بكون انا يعني نحن الاديان. نحن الاديان. لاني انا كوني بدرس اللاهوت. ليه عم تدرس اللاهوت؟ ايه هلا عم تدرس اللاهوت؟ ايه ليه؟ كيف ليه؟ ليه عم تدرس اللاهوت؟ بتعرف شو اللاهوت يعني؟ شو؟ هو كنز انت بتحمله بحياتك. اكيد كان إنك بس ليه قررت تتعلم؟ ليه قررت وتتعلم تشوف تعرف شو هو الكتاب المقدس وانك تعرف شو هو يسوع؟ يعني ليدي مادونا بعد كل هالسنين من تتعمق بعد كل هالسنين ليه اخذت قرار انه انا بدي اروح ادرس لهوت؟ لانه هلا وقت مثلا انا قبل ما كنت فاضيه كنت ضلني مسافره وهيك، حسيت انه هذا الوقت بدل ما يكون عندي الكورونا وقاعده بس بالبيت بدرس لهوت، بكون عندي شيء يغذيني ويقويني على هالمصايب اللي نحن فيها. يعني هو للصلاة ودراسة اللاهوت هو العمق، انك تتعمق بكتاب المقدس وتعرف شو هو الانجيل، شو هو الله. عرفتي؟ اكيد. مش مأخر شوي بتعرفي؟ لا سوري انا بنت كنيسة، برجع بقول لك انا بنت الرجاء والنور. انا من انا وطفله برتل بكنيسه انطلياس. مضبوط مع زياده تحيه للاباتي توني راجح وكل الاخوان الموجودين، ابونا الريس نادر نادر وابونا بشار ايليا ابونا توني غانم، انه كل الحضن كنت من انا وطفله. طيب ليدي رح ارجع شوي للفن. تفضل. قبل كورونا شفتك مضيتي كونترا لمده سنه ب بيروت. بروت؟ ايه وانبسطت فيك كثير، قلت انا رجعت ليدي مادونا ورجعت تعمل شوارد واستعراضات قبل الكورونا. هيدي عملت كذا حفله قبل الكورونا، قبل ما تبلش كورونا فجأة بطل في دعايات لليدي مادونا. عملت كونترا على سنة بعد شهرين. نحن بهيدا الوقت اللي عملت الكونترا بهودي بس بلشنا تمارين ما بلش كورونا، ما كان في لا كورونا ولا ثورة. مش كورونا ولا ثورة، عم بقول لك وقت بلشت الكونترا هيدا الشخص المسؤول سافر، صرنا نتعامل معه بالفون. يعني ما يعرف شو عم نشتغل. بعدين لما اجى صار كل يوم يغير لنا الاستعراض. كل يوم بده هيك، ساعة بده هيك، ساعة بده يشيل هيك، ساعة بده يحط هيك.
يعني تعذبنا شهر ونص لكملنا الاستعراض، بعد شهرين مش بدي بدي غير كل الاستعراض. إيه؟ يعني هيك ايه؟ هيك؟ طلع باله انا عامله كونترا. إيه؟ اوكي ما بدك تعال ادفع الكونترا. دفع؟ طبعا. انه تخيل دفع السنه مشان ما يكمل الشغل. في 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 كمان في حدا تدخل حتى؟ اكيد. Yeah. لانه معقول هيك لحاله؟ طيب في حدا يا ليدي، في حدا بيضر حاله؟ يعني في حدا انا عندي مصلحه وناجحه وعندي بروجرام؟ مش بعرفني قابض. ما حدا بيعرف. طيب الاول حدا عم تقولي لي تدخلوا وما خلوا وشالوا وعملوا، مين اللي اكيد انا قليل اللي مر علي بسيدياتي بالمسرح بكل هاو. طيب مين مين ممكن يكون حاطك براسه؟ شو بعرف؟ فنانه؟ روح نبش على بركي ما بتعرف. ما بتعرف؟ معقول ما بتعرفة؟ أنا ما بعرف. معقول ما بتعرفة؟ حط عينك بعيني قولي ما بعرف. أنا ما بعرف. لا حط عينك بعيني على قولي ما بعرف. بتعرف. أوكي ما رح أحرجك. طيب ليدي بمرحلة كان في ليدي مادونا ضوي الدنيا كلها. إيه. مجد الرومي. إيه. سلوى قطريب. إيه. هيدا ماري سليمان. كلودا شمالي. مظبوط. باسكال مش عليني، كانوا كلهم جروب. كانوا جروب يعني. اجوا من بعدكم نجوى كرم، نوال الزغبي، نانسي عجرم، عاصي حلاني. اهلا وسهلا فيهم كلهم. راحوا مع روتانا. سحبوا البساط. نحن ما رحنا مع روتانا. سحبوا البساط. مجدر قوم تشتغل لحالك، انا بشتغل لحالي. يعني اللي ما راح مع الخط. الخط اللي هو. ليه ما رحتوا؟ لانه ما كان بالتفاوض ما اتفقنا. صار في كثير اشياء غلط. مثل شو؟ يعني مثلا طلعت بلشت وقت اللي كنت اتعاقد مع روتانا عم خبر قصه قديمه. وقت محمد نيجرو بوجه له تحيه حبيبي. إيه انا عم سجل الوقف والتسجيل ناطرين كنا مبلغ وما اجى. اوكي. وراح. راح؟ يعني انت من هيديك الايام عم تتحاربي. هيك بدك تقول. فنانه بالشركه. لا. عيب تقول هيك، بس عن منا شو لكان؟ عن جد قولي لي. لا قولي لي شو لكان؟ مش ابدا فنان. مين؟ ايد كبيرة مش هيك؟ ايد كبيرة؟ ايد كبيرة. شو عملت لمادونا لهالايد الكبيرة؟ شو بيطلع عمره؟ شو عملت لمادونا لهالايد الكبيرة حتى حاطة ايدها الكبيرة على خوانيق مادونا ممنوع تحلفظ؟ لأنه بركي إنه بغطي على حدا، بركي بأسرع على حدا. بركي باخذ محل حدا. بركي يعني رجعتوا لكلامي انه شو بعرفني؟ شو بتاخذي محل ابو عصام اللحام تحت البيت عنا؟ يعني بتاخذي محل فنانه؟ ما بعرف. بركي. بركي عم بقول بركي. امتى بدك تتجرأي تقولي الاسماء وتحكي الامور باسماء، تقولي هيدي وقفت بصفي ما خلتني عملت؟ لا ما فيني اقول هيك لانه ما عندك. ليك ما عندك اسباب اليوم، بس انت تشك بحدا خطيه. أنا ما فيني شك بحدا. أوكي. أنا إحساسي بقول هيك، بس مش الشك. يعني ما فيني أتهم حدا. قول أنت أو أنت. لا. بس أنا إحساسي، لأنه هو الإحساس الصادق. في عيط لك ملكة الاستعراض؟ أكيد، ملكة الاستعراض. ملكة الاستعراض. إيه. في عيط لك إيه؟ إيه. ملكة المسرح يعني. لا. الاستعراض. ملكة المسرح. حدا استعراضي. ما عارف حدا مريم فارس. اوكي شو اخذها شو عم هي مسمية لقبها هيك ملكة الجمهور عطاها اياها. ايه ما تحية لها. اوكي انه عندها هذا الاسم. أوكي. هي يعني عندها اياه. في عيط لك ملكة الاستعراض؟ اكيد. يو ار انت ملكة الاستعراض؟ اكيد انا متوجة نجمة الاستعراض الاولى بلبنان والعالم العربي. اخذتيها يعني بلبنان والعالم العربي يعني خلص شوبك تاع الكل. تفضل جيب التسجيل وشوف لما توجوني. طيب ليدي اليوم بعدك قادره تعملي استعراض؟ اكيد. اوعى تقول مادونا. ليدي يا عيبي شو مالحكي؟ فيكي تعملي استعراض مثل قبل؟ مثل قبل. انا بالدانسينج ويز ذا ستارز بتعملي رقصه ست ساعات يا عيبي شو؟ ست ساعات تمرين كل يوم. وكل النهار نتمرن تنطلع نصور هالساعه. طيب ست ساعات تمرين. اليوم اذا بدي اقول ملكة الاستعراض اللبناني والعربي مادونا بدها تسلم الشعلة لنجمة جديدة خليفتها،
مين هي خليفتها؟ بس اكبر وخطير وبطل اطلع على المسرح. قد ما تكبر الخطيرة سوري انا بعدني هلا موجودة. اذا اليوم وبعدني عم اقدم مسرح استعراضي. اذا اليوم عم نصور سيرة حياة مادونا على راسي وبدي صبية تجسد هيدا الدور هي وصغيرة، ما فيك انت تلعبي هالدور خلص لانه صار في ريدو بوتيتا بقولك ما فينا نشيلهم بالبطولة. اوكي مين بنختار؟ ميريام فارس، مايا دياب او نانسي عجرم؟ ولا جيب لك شي طفلي هاضي قدي. مانو قدك يا ليلي؟ لا سوري اصغر مني بكم سنة. انا بجيب بنتي. That's the deal. مايا صغيرة ولو مايا صغيرة ولو والله مايا وميريام ونانسي صغار خلص معلش اصغر مني على راسي 30 يعني هو 25 27 ما بيشبهوني بدي اجيب حدا بيشبهني. في عندك حدا براسك؟ شوف لا هلا لا الايجو بس بفكر لا فكر مش الايجو فكر قلت لك انا انسانه حقيقيه بعدين ليه بدي اقدم ولاقي هلا وانا موجوده؟ بعد بخدم الفن بعد لا طلعنا على سن التقاعد وبعد عندي مجال وعمر الفن طويل. ما بدي اسالك قد ايه عمرك لانه مش سؤال بينسال ليدي مادونا. ليه؟ انه وين الغلط؟ قد ايه عمرك؟ 61 هي جرأة تقولي عمرك على الهواء. ليه لا؟ وين العيب؟ عمري بشكر الله بشكر الله انه اعطاني عمر لهلا. انا بنام بقول له بشكرك على النوم بشكرك على القومة. صار لهم 10 سنين بردون في كثير نجمات عمرهم 61 صار لهم 10 سنين عمرهم 61 واقفه عندي. لا سوري جيب تذكرتي. لا مش انت مش عم بحكي عنك عم بحكي عن نجمات. هن بحبوا يصغروا حاله. انا ما بحب صغر حالي بحب فرجيك عمري وشو بعمل بعمري. يعني شو بقدم بفني بعمري. امبارح عم بحكي مع 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 حدا معنا عم بقول لهم ليدي مادونا قالوا لي ليدي مادونا صار عمرها 70 بس مبين عمرها 12. خليني بنظرهم هيك شو بدي فيهم؟ شو بدي فيهم؟ ما الفنانات كلهم هيك قدي اصغر مني بكم سنه. مثلا في منهم اكبر مني. لا بلا لا لا بلا. مين؟ هلا ما بدي انا شو خصني فيهم. لا بس قولي لي اكبر منك اسم. لا شو بدك ست فيروز ايه ماجد اكبر مني ليدي جيب عمره نجوى اصغر مني بش 3 سنين طيب شارت لا ممكن يعني انه لانه ليدي العمر ليك العمر حق لك العمر حق وعدا عن هيك انه ليه بتقيسوا روح الانسان شو بتكون أنا كيف. بعدني بحس مثل بنت 14 كأني طفلة صغيرة طبعا قلبي بعده طفل حلو ممكن بعد تنغرمي يعني؟ بعد ممكن تنغرمي؟ ليه لا؟ أنا وين المشكلة؟ مغرومة اليوم؟ إيه مغرومة بس بقى أنت ليدي أكيد مغرومة؟ إيه أنا على طول مغرومة لا مش بالفن وجمهوري ما تقولي لا مغرومة بالرجال أنا مغرومة أنا يمكن مغرومة بسعيدة في رجل عم بحكي عن رجل بحياة مادونا موجود؟ رجل على طول موجود حتى لو بالانكونسيون تبعك مش بالانكونسيون انا بعرف حتى لو ليدي هو زيته 15 سنة؟ ايه انا بحب شخص بعدني بحبه عايشة هيك بتحكوا على التليفون بتشوفوا بعض خصك انت حشرة يا الله بتدخل شو ما بتعني طيب رح غير الموضوع ليدي انت عشرت كثير ناس ايه انا بحب الناس ناس اوفياء انه كل واحد عنده عقليه ناس اوفياء ذاكره الناس قصيره او 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 يعني دائما بيتذكر انه هيدي المره وقفت حدنا ساعدتنا لا لازم نشكرها اوفياء ناس وفيين كلهم هلا مش كلهم ما فيني اقيس العالم انا انا بعتبر انه الناس منيحة لو سمحتي شيلي شغلاتك عن الميكرو وكل واحد عنده ظرف كل واحد عنده ظروف انا بسامح الكل وهن يسامحوني ولك الحياة ما بتستاهل لا تزعل ولا تنقهر ولا تبكي قد ايه بتبكي وبتنقهري انقهرت كثير بزماناتي هلا لانه ما كنت افهم هلا بعدك انه مش لازم بقى لا تبكي ولا تزعل ولا حطي عينك بعيني وقولي لي لا شو بعدك بتبكي وبتنقهري اكيد أنا إنسان وأنا شخص حساس كتير
وأنا مرة يعني بكل جروحاتها وبكل أحاسيسها بكل أنوثتها، بس الحياة هي صايرة ظالمة. والناس الحياة الناس إنه الله يساعد هالناس يلي كانوا أيامي أنا ونجاحاتي وهيك. أنت أول في ناس ماتت، أنت أول فنانة، في ناس ماتت، أنت أول فنانة لبستي أنباق إلي صعب. إيه يا رفيقنا صار له زمان ما هلا اتركني من استاذ الي صعب، مش وقته، بعد شوي بنرجع له. تكرم انا قاعد هيك عم بتفرج عم بسمع. هلا انا تغزلت فيك باول حلقه، بس بدك تسمحي لي من شيء، بس الريش مش لبقلي. يخرب ذوقك. بدك تسمحي لي ستنا. نعم. ما عليه، هلا انا عم تنتلس بكل الموضوع لاحدى الفنانات، اذا بدك بسميها، لان انا بعرف انت مين قصدك. ما فهمت شو؟ بس عم تنسبي كل الحرب اللي انعملت ضدك لزميلي. لا بالمهنة. انا قلت له لا. قلتي له مبلا؟ لا. لفيتي ودرتي وطلعت اخر شيء زميلي. لا سوري. قلت له ما بعرف. قلت له ما بعرف. لا سوري منك. شيء اعلى. ليدي. ارجع عيد الحلقة. المثالية بدنا نشيلها على جنب. حبيبي. هيدا اللي طالع هون. اي مثالية. بدنا نحكي الحقيقة. هي حقيقة. انت هلا قلتي انه نجمة زميلة هي اللي وقفت ورا كل شيء ضدك. مش مزبوط الكلام. انا عم بقول له مين اللي وقف ضدك؟ هو قال لي نجمة مثلا او فنانة. مين اللي وقف ضدك؟ قلت له ما بعرف. طيب بغض النظر، اكس من الناس. اوكي. ليش دائما بدنا نحط شو عم نواجه بالفن وبالحياة على شخص او على جهة او على على جهة؟ ليه ما بتقولي انه انت مقصرة بحق حالك؟ مين قال هالكلام؟ ليه ما بتقولي انه انت ما قدرتي تصمدي شو كان معك لحتى تنجي اليوم لنفسك؟ شو خاص هذا الموضوع؟ ليه ما الموضوع؟ بتقولي انه انت صار لك 6 سنين ما عملتي اغنية؟ لا 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 هت. لا هيدا غير موضوع، انت عم تفوت بغير متاهة. عم بحكي بالفن. لا لا عم قيم ليش الليدي مادونا غايبة وما قدر رومي موجودة على المسرح السعودية. روح جيب الاغاني، روح جيب ليش نجوى كرم من حفلة لحفلة؟ روح. ليش الليدي مادونا لا؟ شو بينقصها؟ بينقصها ما بتغني طرب؟ طب ما خلي واحد يحكي. ما بتغني فن حلو؟ خلي واحد يحكي. شو اللي ناقصك؟ انا عملت سيدي، ما بعرف اذا كنت حكيت لك عنه، 10 اغاني للاطفال و10 اغاني للكبار. وين راح؟ عملتهم، راحوا سرقوا لي هن. مين اللي سرقوا؟ بالشركه. اي شركه؟ هلا بدنا نشوف كثير تفاصيل. الله يرحمه، عرفته. انا عم خبرك انه صليبه. في انا كثير كنت نشيطه وخسرت كثير مصاري بإنتاج. بس كتير تحربت. طب دايما ما كانوا ينزلوا لي الأغاني. دايما أنت الضحية. يعني ما هاي الحقيقة. دايما أنت الضحية ليدي. عم بخبرك حقيقة. يمكن طب تعي نراجع حساباتك مع بعض، ما تبخزنا أستاذ رودي. ما بدي. خذ وقتك. تعي نظبط أنا وياك نعمل مراجعة حسابات. راجع حسابات. يمكن أنت. لما جيت أنا عبدي. لما جيت ما كنت لما أنا ذكية مثل زميلاتك. ما عطفتيها صح. خلصت؟ ميرسي. خلصت. كنت عم تمضي من زمان لما كنا عم نمضي روتان. طيب ليه ما مضي؟ ليه؟ طيب كب اسم المرحوم الصديق الغالي جان صليبة. قال انه جان صليبة الله يرحمه. مش بدي ما تجيبوا لي سيرته. اخذوا لي السيدي وما نزلوها. هو جان؟ ما نزلوها. حرام، مات خلص. الله يرحمه. الله يرحمه. ايه وماتت الاسواني معه. هلا استاذ محمد ماضي الشاعر، الشاعر بوجه له تحيه، بيقوم هلا اخذ لي كل الاغاني ليرجع ينزلهم على السي دي ويرجع يوزعهم. حلو. لانه حطينا مبالغ فوق ال 200,000 دولار. هلا معك مصاري تصرفي هالقد؟ حطينا. هلا ترجع تعملي اعاده توزيع اغاني. ايه ايه في ليه لا؟ طيب ليدي بس هلا مش وقتها. ما عم بقول لك عملت غنية اسمها كل شيء بيحلى بوقته. هلا بوقته يمكن. انه ما كانش وقتها. طيب ليدي قبل ما اختم هيدا البارت، حكينا عن المحاربات، حكينا عن مصاعب قطعت فيها بحياتك الفنية، بس بعتقد أسوأ شيء مرقت فيه بحياتك الفنية كلها كانت الشائعات اللي بتطالك دايما بشكل مستمر. يعني لهيك كان في يعني دايما ليدي كان في اخبار، يعني مرة انتحرت، مرة مريضة، مرة باعت الأندروير، مرة عندها سيدا، مرة عندها كانسر.
طلع فيه مزبوط. شفت ريشاتي حياتي؟ طب اذا ما حكيوا علي عمي بدهم يحكوا الا لهالشوف. انه انا كنت قدوة. بس ما طلع شائعات على الفنانات الباقيين هالقد قاسية، يعني طلع عليهم شائعات صغيرة. هي نوع من المحاربة، المحاربة الإعلامية بدك تقول. مع إنه أنا والصحافة أنظف شيء بالحياة علاقتنا كانت حلوة. كل صحافة بتحبك. بس أنت يعني سمعتها فيهم أنا صح؟ أنا بنظري بحياتي أحلى علاقة عملتها بحياتي هي علاقتي مع الصحافة. إن كان العربية اللبنانية الأجنبية. في أحكيك شيء يمكن يكون وقح؟ تفضل. لليوم ليش انت مش واقح يعني؟ لا. معك لا لليوم كتار ناس بس نقول مادونا في فكره براسهم انه مادونا باعت الاندروير ببرنامج تلفزيوني. ما هودي قصص عيب نحكي فيهم. ايام سنه التسعين وقت اللي مادونا الامريكيه رقصت عملت الكونسير تبعها بلوس انجلوس مدري بالبرازيل وقتها هي زبطت الاندروير تبعها لانه اسمي اسمع مثل اسمي. انت ولا مره صاير معك هيك؟ حسب اللي سخر الله العظيم. عيب ابدا. بيع اشياء يمكن بكره انا بدي تيابي كذا مليون يعني. يمكن اعمل لهم مثلا مزيد علني مرض. مرض ليدي اب ما اب بس سوري بالمرض. لا انا طلعت انا اللي سوري طلعت. تفضل انت والريش تبعك. هلا بتكفي الحوار مش مشكله صار لك ساعه ونص على الهواء. ايه اوكي انا ما كنت مطلع عليك كثير شائعات ليدي بس في شائعه طلعت منا شائعه. شو هي؟ كانسر. ايه ليش لا؟ هيدا كان انا عم تعترفي؟ لا ما بعترف. حياتك حكيتي بهيدا الموضوع ليه؟ لا ما بعترف يعني انا من زمان مرقت ب يعني بشغله بسيطه من زمان مرقتي بتجربه كانسر كثير قاسيه وصبتي بمرض السرطان الحمد لله مبسوطه مع حدا من الشيء وهلا بس والله عليكي منيحه وبصحه جيده الحمد لله وبشكر الله بس تجربتك مع الكانسر ليه ما اعلنتي عنها؟ ليه خبيتيها؟ ليه خايفه تقولي عنها؟ هذا الشيء خاص بكل انسان مش لازم حدا يتدخل يمكن تكوني رساله امل للناس يمكن تقولي لهم شوفوا انا مرقت بهيك تجربه شوفوا وين رجعت صرت لا كل واحد عنده عقلية كل واحد عنده كفي شكرا كل واحد عنده شيء انا مش هالقد يعني كان ليدي كل انسان بيسخن شوي خليني اقول لاول مرة لاول كل واحد مرة. لا بليز بس لاول كات كات اوكي كات لحظة لاول مرة رح اقول لحظة لاول مرة رح اقول انه اللي مرقت فيه ليدي مادونا بمحاربة الكانسر ولا حدا بالعالم مرق فيه أنا كنت بعرف وعشت لحالك أنت بكسليك بجوني صح؟ كنت جبارة وقدرت تنتصر عليه صح أو لا؟ انتصرت أنا على طول منتصرة الحمد لله بوجود الله وبرضا هيدي بدها إرادة هيدي رسالة وخويتي. أمل لكل الناس اللي ممكن تمرق بنفس التجربة ليدي لك هيدا الموضوع رب العالمين بحبك ونجاكي الله 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 أنا إنسانة مؤمنة كتير يعني إذا هلا اللي شايفها قدامك هي إيمان وطلة حلوة ليه تغير بما إنه هلا ما في بما إنه هلا ما في مسرح أنا اللي فيي هلا إيماني وطلتي هودي مهمين باقيين لي هلا شو باقي لك بعدين كمان؟ بعدين بس شو يفتح شو البلد شو باقي لك كمان؟ شو باقي لك كمان؟ شو بدك الخريطة اللي فيي؟ شو هذا شيء موضوع معك خاصة فيه بس بعدين بس يفتح البلد نرجع نفرح ونقدم اشياء ليه تغير وجهك بس حكينا بالموضوع؟ ليه بيزعجك الموضوع؟ ليه بضايقك؟ انا حلوة وعارفها حالي انت قمر مش حلوة شباب ليه؟ خلص جمعت اقعد عقل رح اقعد عقل بريك بعد البريك اكيد بحترم رغبة الليدي مادونا ما بدك تحكي فيه ما بنحكي فيه بوجه لك تحية وبقول لك انه يا ريت كل الفنانين ثلاث ارباع الفنانين ان كان او مثلك او مثل اليسا او عملوا المرض رسالة او ستروا على المرض كرمال يضلوا قوية كرمال انا بحس انه هيدا موضوع صورتهم قوية تضلها صورة قوية وما يكونوا مكسورين بحاجة لحدا ماني بحاجة لحدا انا اللي بيكون ايده هيك بتكون نفسيته هيك ماني بحاجة لحدا انا بعد مش هلا عم بقول لا لا الله انا بقول بوقتها ليدي او بتكون بتطلع الاعلام بتحكي عنه حتى تعملي حملات يعني توعويه للناس او بتكون مثلك عندك هيدي الايمج القويه ما بدك تنكسري
وما بدك تفرجي الناس انت ضعيفه. لا بوقتها كمان قد ايه غبت وقد ايه هيك كلهم يقولوا مدريواني وهيك ما حدا سال يعني من هيك انه كمان هذا الشيء اثر فيي بجرحي. بس كانوا يدقوا لك شو كنت تقولي لهم على التليفون؟ ما كانوا يدقوا ما حدا سال فيك عنك اكيد اهلي يعني بس انا ما عم بحكي على اهلي نسيت الموضوع. يلا قوم تنحط ريشاتنا نطلع نسهر نتعشى وينو راشد؟ بعد البريك 15 سؤال لليدي مادونا بعاد عن هالموضوع. عبر صوت بيروت انترناشونال والال بي سي اي متابعين حلقه اليوم من المجهول مع ليدي مادونا عبر هاشتاج المجهول. كمان عم نتابع كل تعليقاتكم على تويتر او على فيسبوك. ليدي مادونا 15 سؤال رح اطرحهم عليك وبتشكرك انه كنت اليوم متعاونه وحكيتي وما لك اي واحد لازم يحكي الاشياء مثل ما هي حاجه بقى شو الانسان بده يكذب 100% كثير عالم بتكذب انا ما بحب الناس تكذب بعد ما تخبى مثل هيدا المجهول المقنع عم بيطلع معنا لازم يفرجينا وجهه قولي له هلا بس يطلع قولي له يا ريت 15 سؤال رح بلش انا وياك من اول اول خمس اسئله بعنوان عملتها او ما عملتها اوكي او عملتها او ما عملتها اوكي اول سؤال دفعتي لصحافه لمنعه من نشر خبر بخصك صارت او ما صارت؟ ما صارت ولا مره؟ ولا مره ولا مره؟ ولا مره دفعتي لصحافه هيك؟ ابدا هيك أبداً. كادو كادو غير دفع دفع كادو لا شو لا لا ما صارت جبت كادو لصحافة ما صار كادو لكل العالم جيب طيب سؤال تاني دفعت لصحافة ليهاجم فنان او فنانة ابدا مستحيل منيت عليه مستحيل منيت مستحيل انه ليك سب هيدي ابدا قول عنا هيك مستحيل ليدي مستحيل حسك نازلة من السما اما ايه ومزبوط يصلح اسئلته هيدا ابدا ما صايره ابدا سؤال ثالث صارت او ما صارت ضربت رجال بحياتك ضربت رجال ايه كم واحد شو كم واحد حلو هيدا ضربته ضربته انه مره غلط مين بنعرف حدا أنا أو لا. ما بتعرفه ما بنعرف شو عم بتعرفه ولا ما بتعرفه سالتني سؤال عم جاوبك عندي اوكي شو عامل ليه ضربتي شو عامل يعني هيك غلط يعني امتين رجال بيستاهل انه تضربيه لما بتكون عم تعطيك كل شيء بيتمناه ويغدرك ويخونك يخون يغدر يكذب يعمل شيء عرفت شو عم يعمل يغلط يعني يغلط الغلطه انا عندي شغله كبيره سؤال رابع دينت فنان وما رد لك المصاري ابدا دينت فنان ورد لك المصاري ابدا ما دينت لا حدا؟ دينت ولا بدين انا بتعطي بعطي بعرف بحياتي هاي اللي أنا. وصلك لهون بعطي ليش شو بدك تقلي هي وصلك لهون وهون شو لازم تكون اليوم من اصحاب رؤوس الاموال انا اغنى فنانه بالعالم العربي خلاص طيب خلاص انت خلاص بس عارفك عني بعرف انت ما بتعرف شيء ليدي انت ما بتعرف شيء وما حدا له يعرف شيء بس خلينا نقول انه ما فيك ايدك اللي كنت فتحتيها هيك وبعدني فاتحتها وراح ضلي فاتحتها وما راح اخذ معي شيء اخر سؤال عملتي عمليات تجميل بسيطه لا بسيطه يمكن ايه من شيء يا منخار 40 سنه لا مش عمليه تجميل كان عندي لحميه هون ما هو كله بيقولوا هيك لحميه لا انا ما بكذب ورحت عند اهم دكتور كان التجميل اللي عمل تجميل لفيروز حبيبتي ست فيروز حسدت منها وقتها غرت منها مش غرت حسدت من جمالها وقتها وقت زبطت من خارج رحت عملت قلت له شل اللحميه كيف يعضني هون قلت له شيلها انت عم خبرك قصه من 45 سنه وهي هي كانت ايه بس مش شادة ابدا ولا شيء طيب خمس اسئلة جداد ليدي مادونا سؤال جديد انضربتي من رجل بحياتك ما صارت ولا مرة ولا انضربت من حدا تاني ابدا ولا مرة
ابدا. حتى بالحب بال... ابدا ابدا ما بتسمح. سؤال، انسرقتي من مقربين الك، ما تقولي لا. لا بعرف مين. لا اكيد لا. بعرف مين. لا اكيد لا. بعرف مين. كيف يعني مقربين؟ شو قصدك كلمة مقربين؟ مقربين يعني اصحاب. انسرقت كيف يعني؟ يعني انسرقت، اخذوا منك مصاري. لا مش مزبوط هالكلام، ما انسرقت ولا مرة. سرقوا لي مثلا ذهبياتي مرة. يعني انسرقتي؟ لك انه انت عم تحكي عن غير شيء، مصاري اعطيتيهم مثلا. لا انت هلا غيرت الموضوع عم هيدا. اوكي لا انا مثلا مرة سرقت ذهبياتي، انسرقوا كنت حطيتهم على الطاولة وما عرفت شو. راحوا. من ناس مقربين لإلي؟ مش مقربين، من اللي حوالي. ايه مقربين هول. يعني وقت الشغل بيكون حدك 30 شخص حواليك. بمين بدك تتهم؟ ما اتهمت. 30 شخص حوالي، 30 شخص بفوتوا على الاوضه وقت بدنا نبلش الشو، مين بدك تتهم؟ هلا عندك بالاوضه هون مقفلينا راشد. مقفل راشد. سؤال جديد. على فكره راشد هو المسؤول عن السوشيال ميديا. راشد صديقي واصلا كثير نشيطه، فبرافو راشد، كثير نشيطه على السوشيال ميديا. ايه الحمد لله. شابو با. ايه سؤال ثالث، تعرضت للنصب من قبل فنان او ملحن او موزع، حدا نصبك؟ يعني ما كلمة نصب يعني شو قصدك فيها؟ اكل عليك مصاري، يعني اخذ مصاري مقابل شيء وما عمل لك شيء. نعم. ايام الشركة. يعني وقت نفس الموضوع نحكينا فيه. رابع سؤال، استغلوك للشهرة على حسابك. كيف يعني؟ يعني ربطوا اسمهم باسمك كرمال يوصلوا ويعملوا شهرة. هلا اكيد انا شخص مشهور، صار شخص واصل وشخص محبوب من الناس. اكيد في كثير عالم، مش بس فنانين، في كثير ناس بتحب تتقرب منك. خليني اكمل، انا في كثير ناس بتحب تتقرب منك، اللي بحبوا يكونوا هن كمان على الشهرة. بحبوا النجومية. في فنانين بيعملوا اغاني كرمال تكوني معهم بالاغاني كرمال. ليه لا؟ ليه لا؟ اذا انا قدوة للفنانين ان شاء الله دائما نكون قدوة للفنانين ان شاء الله. حلو. وانه يتمثلوا فيي وباعمالي الحلوة بمساعدتي، ايد بايد انا وياهم لنكمل طريقنا. اخر سؤال ليدي، تعرضت لمحاولة قتل؟ من زمان. ايه وين؟ امتين؟ سنة ال 90 يمكن او 92 شيء هيك. اوكي مين؟ يعني كنا بعزين شغلنا وشهرتنا. مين؟ حدا. لا مش اذكرها. ما بتعرفي وما بهمك تعرفي وما بدك تعرفي. ما بدي. لانه خلص يعني انكشفت وما بهمني. ليه؟ الله يسامحها. ليه حاولوا؟ ما بعرف، ممكن غيري يعني. معقول صار غيرة ومنافسة بالفن للقتل؟ ياما ما في ناس قتلوا ناس ورا الغيرة. ما في ناس صمموا لناس من الغيرة، ما في ناس فنانين، في ناس بغاروا على بعضهم، يعني بغاروا عليك. لا أكيد هيدي كانت غيرة فنية مش غيرة. غيرة منك أو عليك؟ غيرة مني. منك. خمس أسئلة جداد راح يكونوا بعنوان مقبول او مرفوض بالنسبه لمادونا. ايه اوكي. يغني الفنان بلاي باك على المسرح، مقبول او مقبول. مرفوض؟ مقبول. سؤال ثاني، مقبول او مرفوض يحكي الفنان بالسياسه ويتدخل ويعلن مواقف على نفسه؟ غير مقبول. غير مقبول. مرفوض يعني مثلا انا ليك تحكيني عن السياسه قلت لهم بحبهم. بحبهم كمان انت بتغني اياه مش كلهم بحبهم. يا عمي مين قال لك؟ بعرف. انت حشري. سؤال ثالث، مقبول او مرفوض يقدم فنان اعمال لمدح الزعيم او السياسه؟ بهالايام لا مرفوض، بس قبل كانت تبقى حلوه. بشو بتختلف؟ شو اختلف بين قبل وهلا؟ لانه الدنيا قايمه قاعده هلا. مش وقتها. مش وقتها. اوكي. سؤال رابع، مقبول او مرفوض الوسط الفني من برا بيلمع ومن جوا مليان فضايح؟ معهم حق. مقبول.
مقبول. من جوا الوسط فني مش نظيف. مش نظيف. الفن في كتير زوريب وكتير يعني في كتير اشياء غلط. بتصير بالفن. وإيش ايه هلا انت شو بتحب اي خط مشي انت كم مره مشيتي غلط؟ ما في غلط. كم مره مشيتي غلط؟ ما مشيت لانه لو بدي امشي بالغلط كنت بعمل اشياء كتير. ما عملت ايه؟ بحب الفن الحلو، بحب ارقص وغني، حطت فيه. كم مره تجوزتي؟ والبس ريشه. كم مره تجوزتي؟ مره. مره؟ بالغلط. شو بالغلط؟ ما كنت صغيره. يعني كنت زغطوره ما كنت افهم. رح احكي عنه بعد شوي. اخر سؤال، مرفوض او مقبول بالنسبه لك؟ الفن الهابط له جمهوره ولازم الناس تختار مين وشو بدها تسمع بدون رقيب. مع او لا؟ مقبول او مرفوض؟ يعني الفن الهابط له ناسه. له ناسه. اكيد. من ناس مع انه الفنان لازم يغني وين ما كان. هيدا شيء جديد بتعمل لي انت كلاس اي وكلاس بي والكلاس مدري شو. هول الفنانين عم يطلعوا يغنوا ليعيشوا ويطلعوا مصاري ويفرحوا ويفرحوا هالعالم. كيف صاير هالفن؟ ما بعرف كيف عم تعملوه انتم، ما بعرف. ما بعرف. مش نحن عم نعمله، هو هيك. انه هيك لا، انا بحس انه الفن الساحه بتساعد الكل، خليهم ينزلوا يغنوا الكل واللي له حظ بيطلع. اليوم الفن اغنيه تعمل غنيه وما حدا سامع فيك، تعمل غنيه بتصير نجم. مظبوط. بروح تعبه ال 50 سنه هداك الفنان. لا غلط. بس هي المطلوب. يعني حرام. هي اللي صاير. هيدا اللي صاير غلط. انا ضد هالشيء. بس هيدا السؤال، انه في ناس لا، كل فنان له ناسه. كل حتى لو كان الفن هابط له ناسه. له ناسه. يا شوف ما احلى فن اليوم، له ناسه. اليوم الفن هابط؟ طبعا. اليوم الفن هابط؟ وله ناسه. بعد البريك الفقرة الأخيرة مع الليدي مادونا. عبر صوت بيروت انترناشونال والال بي سي اي متابعين حلقه اليوم مع الليدي مادونا. هيدي الحلقه المميزه بمناسبه مميزه بمناسبه عيد الام. قبل البريك سالتك ليدي كم مره تجوزت، قلت لي مره واحده. مره. ليه ليه الناس بتفكر انه ليدي مادونا مجوزه كذا؟ انا وصغيري اصلا ما بحكي فيها، يعني ما فضحتني بنتي وولاد بنتي. ما كنت بتقول. ما كنت بقول انه هي وجهه تحيه لماض. لانه اكيد اكيد تحيه لماض الاولاد الحلوين ديفا وعمر يقبرونا. علاقتك بموت كيف اليوم؟ منيحة. انه طول عمرك كانت منيحة العلاقة؟ العائلة ايه الحمد لله، نحن بعائلتنا عايشين مسالمين، رغم انه انا بعترف يعني انه انا صادقة اني انا كثير قصرت مع بنتي بحياتي. ما كنت لانه انا كنت دمني اكيد ماني ام مثالية. لا. لانه كل حياتي قضيتها سفر وشغل. امي ربت بنتي مش انا. حتى بس تكون الام منا الام المثاليه، الاولاد ما بيتقبلوها، يعني بيكون في نقمه. هلا عندها شوي. عندها غلط. احيانا. اذا مثلا بدي شيء او كذا بتقولي مش انت ربيتيني، ستي خليها ستي تقلي. كيف صلحت هيدا الموضوع؟ ما بيتصلح هيك لحاله. لحاله بيتصلح. اليوم بعدين بس يعني ما كل ما تكبر اكثر كل ما تحس انه لا بدك اهلك اكثر. هلا مثلا معلقه امنا اكثر من قبل. اليوم صرتي صديقتها لماض؟ كل عمرنا اصحاب. من هالناحيه ماض مربيه منيح. ماض يعني طالعه من بيت بيعجبها. ولا مره كانت تلومك تقول لك تركتيني ورحتي تعملي حفلات تعملي نجاحي؟ اختي يعني نحن مرايا مرت خيي، انه نحن عائله مترابطه. ايه بعد. يعني ربيت مزبوط ماض. عم بقول انا ماض ولا مره كانت تقول لك انه مام انه فضلت حياتك الفن. بتقول لك حلقتك. ما بتفكري تعتزلي ليدي؟ لا لا لا. ليه؟ كلمه الماض. انا عشت فنانه وبدي موت فنانه. هيدا انا يعني هيدا انا كان طريقي ومخططي. هيدا انا هلا بعدين القدر شو بيكتب لك، شو بتصير ظروف. ليدي هيدا انا الفنان عم يتغلب على انا الانسان؟ يمكن. لانه كمان انا دفعت حقها كثير غالي لنجوميتي. ولاسم مادونا مش هيك يعني
اجا هيك من الهوا. نعم. بس بنتك مش ضحية حلمك؟ ضحية كاريرتك؟ فيك تقول يعني انه في شوي. مين ربى مود؟ ماما. امي. اكيد وخيي كان الله يرحم بيي وانه اختي انه كلهم كانوا موجودين حواليا. ولا لحظة قلتي يا ريت ما فتح هالمجال وكانت بلا قلتي. تقول هي ولا انا؟ انت. لا ولا مرة. لا انا بحب الفن واحيانا يعني بتقلي طب هلا ما عم تعمل شيء بالبيت تعي بس نساعديني بشيء. ما استوعبت انه ليدي مادونا هيك؟ هيدي الليدي مادونا. انه هي هيك. احيانا بتجن احيانا بتستوعب. لا يعني امي فنانه صور خليني اقعد للعشوة. بس بقول لها اليوم انا مزاجي مش رايق بدي اشوف حدا بدي اقعد بالبيت. عرفت كيف؟ ليه بتكتشي لعندي مثلا. بعدين تستدرك انه لا يا عمي امي هلا بوقت بدها تسكت بدها تقعد تفكر. هي بتستوعبك مود؟ ايه هي بتستوعب. مش انت بتستوعبيها. يعني انت فنانه مزاجيه اللي عندك هيدي المودي الساعه كل نص ساعه. هي لا هي ذكيه اذكى مني بنتي واجري على الارض وانا بدل احلى. هي اجري على الارض واحد واحد بيعمل اثنين. انا واحد واحد بيعمل 100. بعيد الام شو بتقولي لرساله؟ شو رسالتك لها؟ لأم اني انا بشكر الله وبشكر العذراء اني انا الله اعطاني هالبنت اشوفها كمان هي قد ايه ندرت هيك اطلب من العذراء كثير انه تخليني اشوف بنتي ام. بتقولي سامحيني على كل الوقت. سامحيني امي تسامحني بنتي تسامحني اختي تسامحني مرت خيي ميراي يعني مرت حبيب كمان كلكم سامحوني. اوف على الارض. طيب حكيت عن الوالده كل الدنيا تسامحني لانه انا بدي هيك اطلع بتيابي على السما. حكيت عن الوالده الله يطول بعمرها. اليوم وضعك كيف؟ هلا انت عم بتدس بنبض غير موضوع عن كل الحلقه. نحن عيد الام. نحن بعيد الام. لك الله يطول بعمرك ماما. انت بتعرف قد ايه اني انا بحبك كثير. مثل كل ولد بحب امه بس انا شوي زياده ما بابيون وريشه. وبقول لها الله يعطيها ويزيدها صحه. وتعيش قد ما هي بتلبق لها تعيش كثير، لانها كانت هاديه ورايقه وربتنا كلنا وتعبت وبتعرف بابا توفى بكير عكس بنتها يعني حملت مسؤوليه كثير كبيره وامي بكافي بتعرف شو بحب فيها بحب رواقها بحب هداوتها بحب صمتها اخ ما بتقلنا عم تمرق بظروف صحيه صعبه صح؟ ايه نظرها كيف؟ ما بتقشع انجا ما بتسمع مزبوط قلت لي شيء قبل ضغط الحلقة. ضغط ونشاف وسكري وكلها قلت لي قبل الحلقه كان بدي اقدم لها عين من عيوني يا ريت يا ريت هيك دكتور بيشيل عين من عيني لانه هيك لون عينها مثل عين خلص ويعطيها اياها تصير تقشع كثير لانه انا بعده نظري منيح بس يا ريت هيك فيني اعمل شيء في رساله ليدي بدي سمعك اياها هي رساله منك للوالده بلسانك بس كتبها مازن ظاهر بدي سمعك اياها رساله مني صاير عليكي محترق دمي صاير عليكي محترق دمي وزادوا المواجع وانتصر همي ما عاد بدي اضحك وارتاح والتعب قص جوانحك حكي يمي كوني منيحة بحلفك تكوني كوني منيحة بحلفك تكوني ممنوع انك ترحل بدوني لو كان مرة هالنظر خانك بقدم فداكي شبكة عيوني امي امي يلا امسكي هالمسبح وصلي حسيت الله قرب وقال لي امك حبيبة قلبك وقلبي وضحكات وجه العمر بتحلي امي يا تقبريني ريحتك بخور يا تقبريني ريحتك بخور انتي يا اول اسم عاتمي
صوتك بروحي والقلب محفور ريتو لقلبي هالوجع يمي. شو يا ليدي؟ شو هيدا؟ رسالة. الله يطول بعمره يا رب. الله يطول بعمره أكيد. الله يا رب. يطول بعمره يا رب. يا رب تاخذ من عمري وتاخذ إلها. هيدي رسالة رجاء ورسالة شو حلوة هالرسالة محبة عن جد. شو بدي أقول لك رودولف؟ هلكتني. بعيدها لأمي، لازم بعيد الأم نفرح. وعن جد كل حدا فاقد أمه. الله يعينه. يلي ما عنده أم ما عنده شي بهالدنيا. الله يخليك يا ماما تضل هيك فوق راسنا مزين البيت. عن جد اللي ما عنده أم ما عنده شي. خلي لك اياها يا رب وتضلك وراسك. عن جد والله يخلي كل أمات الدنيا يا رب. وأمنا العذراء تتشفع فينا. ما بديك لا تبكي ولا تزعلي، فوتوا لي كيك بليز حتى نقصه أنا وليدي مادون نعمله لا معروف. إنه الله يطول بعمرها لأمي حتى نحط هالصور وهيك. أكيد. الله يطول بعمرك يا ماما. وكل أمات الدنيا. عند الليدي ها أعطيني. ربزوكم جايبين لك التوبريج. أحلى أم. ليك هالسكين كيف هتقصه فيه؟ سكين بريش. بقى كثير هالقد رجعوا هيك شو كثير؟ شو الأمنية؟ تفضلي. خلص. شو الأمنية يا ليدي؟ شو الأمنية؟ إنه يرحم كل الأمات اللي رحلوا قبلنا. ويخلي كل أمات الدنيا الموجودين. وإن شاء الله اللي مش قادرة بعد تصير أم تصير أم. لأنه أحلى شيء بهالدنيا هو شعور الأمومة. ليدي أول شيء في إلك هدية من جو كيروز جولري الزلقة وبرج حمود هدية لفتة بعيد الأم لليدي مادونا. مرسيك بنشكره عليها أكيد و شكرا أنا غنية وبحب الهدية. هدية قيمة كثير لتلبق أو بتشبه لليدي مادونا. مرسيك كل وكمان بدي أشكر سدو على الكيك الحلو والريش بدي أقول له لسدو مش معقول كيف صبتها لمادونا. أنا بحب كمان ريش خذ الريشة حطيها شو هالورديت خذ الريشة هيدا من إلي هادو خليني أصل الجاتو بعدين كثير حلو البوكيه ماستر اوف كرياتيفيتي بدك تقصه معي ولا أنا أنا وياك بس بدك شو الأمنية قبل تقصي شو الأمنية الله دايما ينجحكم والله يخلي لي أمي ويخلي كل أمات الدنيا ويرحم الأمات اللي ماتوا ويخلي لك ناجح ويخلي لك الحب بعد لاعلى المراتب بس يا رالف معتوق صديقي حبيبي وعلاء علاء مرعب علاء مرعب كمان بوسك شو عم تعمل؟ هيدا كمان هيدا طلع لنا ريش ريش حلوين ولا طالعين غلط؟ واو ثانك يو ليدي مادونا شكرا لكل اللي تابعونا ملتقانا الاسبوع المقبل بالحلقه الاخيره حسكتو بالحلقه الاخيره من المجهول يلا ان دو تروا ميرسي ميرسي اي لاف يو